هذا مستعجل، خذ الأغراض في البريد وينسى المفاتيح حقته. أنا اللي فتحت مجال حق الأسئلة، أبي أسئلة. واحد يجي يسلم علي أنا من ما أدري منين واسمي كذا، إحنا مو بحفاتين تعارف، فبليز إذا عندك سؤال حطه هناك. ما عندك سؤال لا تسلم، تقدر تسلم في سناب شات هنا، ما يحتاج تسلم هناك. جهازك هو نظيف، إذا البصمة خربانة والكاميرا خربانة خلاص مو بنظيف، يعني باقي البادي بس شو نسوي في البادي؟ فاثنين مخربين خلاص. ثاني حاجة لايفون 8 يعني أشوفه هنا تقريبا ينباع ب 200-300 دولار عندي مستخدم طبعا بس نظيف، أوكي هذاك نظيف كل شيء عادل ما في شيء. فصعب إنك تعدل ايفون 8 يعني إذا ب 200-300 كم بتعدل أنت؟ تغير البصمة والكاميرا يعني قيمة الجهاز يمكن بيوصل أو أقل من بشوي، فحرام إنك تعدل فيه. تستخدمه كذا أو إنه يعني إذا نزل ايفون 9 ما أتوقع إنه ينزل الحين، لكن إذا نزل ايفون 9 بيصير أرخص منه وأفضل منه. فالقيمة اللي بتحطها بذاك بتحطها هنا في جهاز جديد مش بس نظيف، جديد. فيديو اليوم قاعد اسوي اخراج، فبعد ساعتين تقريبا راح يكون في اليوتيوب. طبعا ان شاء الله خلي اخلص اخراج، لان حجم الفيديو 5 جيجا يمديني ارفعه يعني اقل من ساعة ان شاء الله يرتفع، لكن على المعالجة حق اليوتيوب، فان شاء الله ينزل الساعة 8:30 بالضبط توقيت السعودية. بتكون هذه الصورة رتبتها حق الايباد الجديد او الفيديو اللي راح يكون ايباد برو 2018 versus الايباد برو 2020. يقولون اجل كورونا، يقولون كورونا والله اصبر اروح اجيب لك الكورونكس. في واحد هنا حاطين الجامعة كلها مسكرة إلا دلة اللي باته. شوفوا اللي يقول الإنترنت عندهم سريع يشوف الإنترنت هنا. شوف أوكي، شوف السرعة بس، شوف البنك، شوف داونلود 1 جيجا، داونلود 1 جيجا. شوف الأبلود الحين بين قبل شوي صفر، صح. يصير صفر احيانا. شوف الابلود الحين، تخيل الابلود عندك كذا، شو اللي تشوف فيه؟ شوف الابلود، سلام ابلود 900 1 جيجا ابلود. هذا تحمل هذا فيلم لا لا 5 جي ولا شيء. شوف الحين في حظر، شوف 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 سويتها صفر، البينج صفر كله ما في حظر. انا سمعت بينج صفر ما بيقدر، ما بقدر يسوي حق نيويورك، يسوي حق بوزمان. اي بس انه هناك الاهم عشان صفر. شو بينج؟ تخيل بينج صفر، بينج صفر صفر بينج. شو 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 انت ضامن انه فيه ذا؟ ترى امريكا كلها مخلص. اصبر موجود فيه الا والله باقي فيه مليان. اقول لك مسح عشان ايش؟ صار نظاف الامريكان الحين، انت مسح له اوكي حركه. هو يقول لك تغسل غساله. احنا ديبارتمنت كمبيوتر من هنا. ديبارتمنت كمبيوتر ساينس. هذا حاطين طور وحركات، اول مره اشوف الامريكان صار نظاف. ده عادي عندهم يتم، بس انه دم ما يخلص عادي. مين؟ بس التواليت بيبر الله يخلص، ما تبي. لا ذي يتمون ما يخلصون عادي عندهم، ما بس الحمام. الأمريكان أقسم بالله يأكلوا، ما يستخدموا يأكلوا. من الحمام اللي خلصوا أكثر شيء. حتى ذيك من طلعت؟ ما أدري أقول زبونين منين ومنو. هذا حين البزنس. أوه خلف ذا. أيوة. أقول. تدري ليش؟ لا أتوقع حتى كذا، لأن هو الواحد اللي بيجي يروح حمام يجي ياخذ شوي يعني. ما اتوقع الحمام مو دي. طيب والحل يعني حل خلاص صبور لبنتك، خل كورونا تمام. لا عندها صبور عندها التلفزيون كله، تنون على التلفزيون ما شاء الله. والله تلفزيونات وكل شيء بنتك فلوسها زايده. ان يجددون المشكله يقطونهم والله حرام. ولا تقدر من الثلاثه هذه تسوي لك سوبر كمبيوتر. المشكله انك ما تقدر تقول لهم عطوا ميك فور ديل. لا فري طبع حريتير ما كان طبع المعلومات حقينهم. لا
مثلا طاوله مكسوره شيء يقولون لك الفري وديل ما يكتبون كفري حتى الكرسي كويس اعطوني اياهم زي ما علي والله اقول لكم شكرا اسف على الكلام اللي بقوله الحين يمكن اول مره تسمعني اتكلم كذا لكن كبدايه كل كلامي اللي سمعتوه كله عن التغنية صح لكن انا ترى بشر فتعلمت شيئين من الدنيا او شيء واحد يعتبر مقسم لشيئين اذا بتسوي يعني بتسوي ذنب في دنيتك الذنب ينقسم لحق شيئين الشيء الاول هو اللي بينك وبين ربك مثلا تشرب خمر تسوي اي شيء هذا بينك وبين ربك عبادتك بينك وبين ربك الشيء الثاني انك تضر شخص الشيء الاول يمكن الله يسامحك عليه اذا توبت لان بينك وبين الله الشيء الثاني اذا ضريت شخص هذا الله ما راح يسامحك الا من الشخص هذا يسامحك او انك تتعذب في دنيتك وحتى في اخرتك اخرتك حتى الله ما راح يسامحك استغفر الله يعني شيء قوي ذا اقوى لازم الشخص اللي سويت له ذا فشيء ثاني هذا أشهد عذاب يكون وعقاب ممكن الأول يتسامح فيه بس الثاني لازم وسيط بينك وبين ربك استغفر الله إن ذي الشخص يعني علشان تنتقل ستب الثاني إن الله يسامحك ولا ما يسامحك لازم ذي الشخص أول شيء يسامحك ففي أشياء كثيرة إحنا نتوقعها بس إنه في العالم الحقيقي ترى العالم الحقيقي ذنب نفس ذنب العالم الافتراضي أو التغني يعني مثلا أنت إذا رحت سرقت شيء من البقالة مثلا ترى نفس الشيء إذا سرقت برنامج مثلا نحملت كراك مثلا أو شيء حملته في جهازك ترى العقاب نفسه وبالنسبة لي أنا ما لي شغل حتى لو إنه يجيني يعني في أشياء أنا أفهمها أكثر من رجال الدين في التغنية لا يجيك رجال الدين مثلا يقول لك لا عادي لا أنا بالنسبة لي حتى جوالك إذا صار فيه ذا الشيء مسروق يمكن ما يقبل لك صلاة أو ما يقبل لك حتى راحتك للمسجد بالجهاز ذا حقك أنت سارق شيء في داخل فهمت شلون فكراك الحركات اللي نسويها مثلا نحمل اشياء الاشخاص الثانيه تعبانه عليها انت منه تكون او مو من حقك انك تاخذ فيديو او اي شيء من شخص تعبان عليه بدون اي حقوق تاخذها كذا وتحطها يعني ما اتوقع ان عندنا في الدول العربيه او ما ادري حن هل صار اتوقع صار ان في حمايه لحق حتى لو اشياء تغنيه يعني مثلا سرقه حقوق ولا شنو فمثل دي الحركة الحين اللي صارت لي شخص فيديو أنا تعبان عليه فوق 6 ساعات أو 9 ساعات صورت وكل شيء وسويت له مونتاج ورفعته يجي كذا برد مبرد ياخذ الفيديو ينزله من اليوتيوب يغير الصوت حقي يعني نفس الصوت أصلا نفسه بس غير شوية التون حق الصوت عشان اللي يلعب على تعرف كل شيء أنا يلعب على الاي اي مال اليوتيوب عشان يتجاوز دي المرحلة ان الفيديو مبلي ترى الحركات دي يعني بدون حقوق تاخذ الفيديو ما تحط من ذي الشخص اللي ماخذه انت بتطلع باسم شخص ثاني انت مع يعني وكانك انت ما تثق في نفسك يعني ما تثق في جهودك او انك ما تقدر تشتري شيء تسوي لك فيديو يوتيوب ترى الحركه ما راح تشهرك اذا انت ما تعبت وسويت الشيء اللي تبي يعني القناه حقتك من كل قناه تاخذ لك فيديو وتحطه اذا ما قدرت تشتري الايباد ولا شيء ما يحتاج تسوي فيديو او انك تاخذ فيديو من موقع ابل تقدر تسوي له ترى تسوي سكرين حق موقع الفيديو وتتكلم عن مواصفاته وتحط في الجنب تحت حقوق حق الفيديو انك ماخذه www.apple.com شيء طبيعي ترى اما انك تجي تاخذ تسرق من شخص يعني ليش وبعدين في النهايه يقول ليش الشركات الكبيره ما تفترن ليش بعض البرامج بمعربه ليش الايفون ما ينزل عندنا بسرعه ليش لان منا احنا يعني الشركات تدري ان سووا برنامج ونزله بس باللغه العربيه او سوى له توجيه لحق العرب يدري انه ما راح يجيب فلوس لان العرب يروحون يسرقونه ما عندهم ما يفهمون ان في تعب حتى لا ما بلازم ترى ابني بيت علشان اتعبت ما بلازم اني اطلع في البيت واطلع في الشمس وابني واحط طابوق وما ادري شنو هو عشان يبين تعبان الشخص لا ترى في اشياء في الانترنت تعبها اكثر من التعب الحقيقي التعب الحركه والاشياء فاتمنى ان تفهمون يعني في ترى في هذا العالم برضو تعب فيه وكل شيء ما بلازم العالم اللي انت تفكر فيه انه في تعب فمثل ما تشوفون فلازم أخلي أشخاص وأكلم وأحط بوست في القناة وأقول إن الفيديو هذا مسروق عشان يجي صاحب القناة ويخاف من الريبورت اللي جاله على القناة وعلى الفيديو وجاله مثلا إنذار من اليوتيوب علشان إنك صرف حقوق عشان يحذفه يمكن يحذف ويحدد عليه مثلا ليش توصل لهذه المرحلة الحمد لله إن حذف المقطع اللي سرق المقطع
لكن ليش 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 انت تخاف من ذا الشيء؟ ليش تخاف الناس يكشفونك؟ ما تخاف بينك ومن ربك وذا الشيء؟ ترى يعني انا لا انا تحدفت معك تعمل مثلا اوكي انا سمحتك انك رفعتها في البدايه، لا انت حدفته، بس العقاب او العذاب انا انت الردي انت سارقه سرقته وحذفته، جيت تأسفت مني، جيت طلبت مني اني سامحك، لا انا لا ما يمسامحك. مثلا جالك كم؟ جاك 67 شخص مشاهدة تقريبا في الفيديو، 67 جاتك مشاهدة الأولى تكون عندي أنا عشان أطلع منها فلوس أنا دي 67. أوكي الفيديو حق اسمه يعني من الجهتين، ولو أنك ما سرقت فلوس سرقت مشاهدات، ولو أنك ما سرقت مشاهدات سرقت اشتراكات، فذي الأشياء كلها دي حقتي أنا، فإلى الآن ماني مسامحك يعني أنا. فأتمنى يعني ترى دني قصيرة ما رد بنوصل للآخر وراح نشوف كل شيء يعني. بس هذا الفيديو هكذا تمنيت إني بحط لكم الفيديو كنت عشان تسوون سبام وتسوون ريبورت، لكن الحمد لله نحذفه. حذفه متى؟ يوم جاوا كتبوا له في التعليقات، يوم جاوا سووا لهم ريبورت إن الفيديو مسروق. ليش تنتظر ذي الشيء يعني؟ ما أدري والله. فأنا رفعت للريبورت على طول يعني من سبام هنا، ولا دخلت استبات ثاني، فتحت صفحة اليوتيوب وكل شيء، وحطيت اللينك حقه، حطيت اللينك الأصلي حقي أنا، وكتبت إن الفيديو مسروق بالكامل، وحطيت الأدرس حقي، راح يجيني خطاب والأشياء دي كلها، وانحذف الفيديو طبعا، لكن ما راح أوقف يعني، والريبورت وصل حق القناة حقتها. فاليوتيوب ما راح يرفعه في القناة وفي المشاهدات وكذا، ريبورت تقريبا وراح يتكنسل قناته يعني إذا سوى الشيء ثاني. أنا أتوقع كل اللي موجود أصلا مبلغ يسرقهم يعدل عليهم وينزلهم. فأنا من هنا راح أخاطب يوتيوب وبشوف القنوات اللي موجودة طبعاً ما بحين، لأن آسف يعني لك أنت إذا كنت تشوفني برضو فراح أسوي ذي الشيء يعني، أو كلمني في الخاص وأنا أتفهم معك. فأنا خلص واجباتي راح أفتح اليوتيوب نفسهم، وراح أفتح إيميلهم أو أدق عليهم، بأني في أمريكا نقدر أدق عليهم وأكلمهم وأشوف القناة حقته، وكل الفيديوهات أنا راح أشتكي عليه في كل الفيديوهات، إن شاء الله يسكرون القناة كامل. المهم أتوقع في الفيديوهات الجاية بحول اللوجو حق القناة حقتي بي ان جي، وراح احطه تحت دايم تحت فوق، اتوقع اني لازم العب فيه بعد في الاماكن علشان ما ادري يعني ما في الا ذا الحل ان الاشخاص ما يسرقونه مثلا، راح اشوف طريقه وتكون دايم حق القناة. بس المهم ان الفيديو راح انهدف، لكن ما راح اوقف يعني، في ردة فعل راح تجيني ان شاء الله على القناة حقته، وان شاء الله يعني اذا هو يعرف يسرق احنا نعرف اشياء ثانية غير السرقة يعني، يعني اذا هو بس سرق خفيف لا انا اقدر اضر بجهه ثانيه على القناه نفسها. انا ما راح اتكلم واقول لك ايش الاشياء اللي اقدر اسوي، لكن القناه حقتك يعني في اليوتيوب والاي اي حق اليوتيوب الاشياء دي انا لعبتي فيها الاشياء، فان شاء الله نشوف قناتي شلون بتصير. بما ان راحت القناه حقتها فعندي لكم هديه، الا وهي او قصدي الفيديو حق القناه جاي عليه، الا وهي ايفون 8. اللي بيشتري ايفون 8 قيمتها ب 230-240 دولار ريفيربشت، يعني معاد تعديله ومعاد تصنيع، مو معاد تصنيع، مثلا احيانا شراء الشخص شهر ما يبي يرجع حتى لو انه ما في شيء، ابل تاخذ تغير الزجاج اذا صار في خدوش، تغير بطاريه، تغير الاشياء المستهلكه ويرجع لكنه جديد، يعني الجهاز ما في عيوب فيعتبر شبه جديد. فاوريكم الحين قيمتها، يعني قيمه الجهاز تقريبا 700 دولار الحين ب 230 دولار، فليطا يعني حق الاشخاص اللي يبون يشترونه. ايفون 8 ايفون عليل A11 لا تغير شيء، كان الايفون الموجود 120 جيجا تقريبا، حصر 256 جيجا، كان الخصم عليه اول 54%، الحين خصم صار 73%، فمن 800 وشوي صار 230 دولار، من 80 ل 230. فاللي بيشتري خصوصا لحق جهاز مثلا شخص عنده ايفون 6s او ايفون 7 او يبي باك اب او جهاز ثاني عنده حق استخدام، جهاز جبار وممتاز وما في اي شيء، يعني المعالج حقه نفس معالج الايفون 10. والله مستانس، تلفزيون 4K بس لها كذا جالسه علي، الله ايام اول حد التلفزيون ده مربع وفر السله واختربت الغناء، ما في الا قناه البحرين والسعوديه تقريبا ذيك الفتره، واجلس كل شوي ورقه السطح. يوم تطورنا خدنا الجهاز ذا اللي فور عشان يطلع القنوات، هذا حدنا وهي 4K جالسة تلفزيون كذا بالحالة. ولا المشكلة ما يجون إلا من الساعة 8 صباحا إلى 9، ما يجي الظهر تقريبا يخلصون الرسوم، والساعة ما يجي الساعة 6 المساء اللي تسكر القنوات كلها.
ما يطلع. أكره شيء أول كانت عندي ذي حركة التوشوش اللي يطلع زي النمل ما أدري شنو. السلام عليكم. اليوم راح أتكلم لكم عن التغنيات اللي أكثر الأشخاص يتكلمون عنهم وهم والله العظيم مفهمين له. يعني يجيك يعلق يقول لك أبل طماعة ما حطت أو تبي تسرق فلوس وتكذب عليكم ما حطت أولد جلسة على الـ OCD ما أدري شنو. هم يتوقعون إن LCD تكون مزينة خلاص، إذا كانت الشاشة LCD خلاص مزينة. لا، الكلام ده مو حقيقي. يعني LCD فيها ميزات والأولد فيها ميزات، هذه تفرق عن هذه. هذه التغنية فيها سلبيات وهذه التغنية فيها سلبيات، لأن تحدث في الأولد خلاص إذا وصلت الأولد هذا خلاص أنت ختمت كل شيء، خلاص هذا ما في ظلم، ما هذا السلبي يعني راح ما في ولا سلبية. لا، الأولد فيها سلبيات مش موجودة في LCD. فأنت جيت تبي تختار لازم تعرف السلبيات. الريزولوشن ما له شغل، يعني تحس بالأولد راح تكون أفضل من LCD؟ لا، الأولد تكون حادة أكثر، أوكي في الصور تصير مثلا الصورة حادة أوكي، لكن LCD فيه ميزات مش موجودة في الأولد. فراح نتكلم كبداية شل يعني ما راح نتكلم عن كل شيء، لكن الأشياء البسيطة اللي راح تفهمها وما راح مثلا تشوف الفرق وانت تغرر كيفك من الأفضل. طبعا هذه فيه ميزات وهذه ميزات من المجد. كبداية الأولد يكون فيها في كلمات ما راح أقدر أجيب لكم بالعربي، أوكي في layers أو في هذا شو تقولون تقسيمات أو في زي فهمتوها انتو اوكي. فالLCD الإنارة كاملة شغالة، يعني بس تشغل الجهاز شغالة الإنارة، حتى لو تحط أي لون عندك الإنارة شغالة. يعني حتى تحط اللون الأسود أو اللون أي لون مثلا اللون الأسود إنارة الشاشة شغالة على طول. أسف على الأصوات ما أقدر أقول شيء. لكن في الأولد الإنارة تشتغل على حسب المكان اللي أنت مشغل، مثلا صار لون أسود فيعتبر الإنارة هنا طافية في اللون الأسود، فهذا اللي يقولك يحافظ على البطارية. صح يحافظ على البطارية لكن بنسبة بسيطة بالنسبة لي ما تهمني، لكن هذا السبب اللي سبب من الأسباب إن التلفزيونات أول كانت كبيرة أو فيها ظهر كبير من وراء حين قامت كل ما تصغر تصغر، لأن الأولد ما يحتاج يصير فيه لايرز وفي إنارة شغالة على طول عندك شاب الأنوار. لا، الحين كل بكسل مثل ما نشوف، لو نشوف الحين البكسلات مثلا في الشاشة يصير اللون الأخضر الأزرق الأحمر، هذه البكسلات اللي تقدر تدمج أي لون ويعطيك أي لون في الشاشة، مثلا الأصفر ولا اي لون ثاني تخرج من لون ولون تدمج لون ولون ويعطيك ذا اللون، فيلعبون بذي الالوان. كل بكسل لا اناره خاصه فيه، فاذا جه لون الاسود يطفي البكسل ما يصرف بطاريه. هذا في الاولد. LCD لا، الاناره شغاله على طول. اوكي، هذا شيء. فالبكسل في الاولد برضو حتى اللون الاسود او اللون الابيض مثل ما نشوف لا اناره خاصه فيه، اضاءه خاصه فيه في كل واحد يشتغل بالحاله. فهذا اللي يخلي الأسباب إن قبل سنتين أو 3 سنوات أبل حطت LCD، قبل 4 سنوات أبل حطت LCD في الأيباد وخلته 120 فريم. ليش؟ لأن كانت الأولد ما تستحمل 120 فريم أو ما وصلوا لحق الأولد تبي 120 فريم، وكان الناس هناك يقولون أبل ليش ما حطت 120 أو ما حطت الأولد. طيب الرد ما حطت 120، بالنسبة لي أنا بفضل 120 ما بفضل الأولد، خلنا على 120. ففي أشياء حلوة في أشياء ما بحلوة. نجي لحق السلبيات. هذه سلبيات LCD ان الاناره شغاله على طول، فاللون الاسود ما راح يكون ديب، ما راح يكون لون عميق بالترجمه، ما يكون اسود داكن. اوكي، راح نوريكم الحين شلون والاشياء اللي بتصير في الاولد. تشوف الاسود اسود داكن. الريزولوشن ما له شغل، ال4K ما لها شغل في الاولد، في LCD 4K برضو عندنا ما لها شغل بالاشياء دي. الريفرش ريت الحين وصلوا LCD الاولد وصلنا على 120، تو داخلين على 120، لكن احتراق الشاشه هذا السلبي ما حد يتكلم علشان لها. اذا قال لك الشاشه تحترق مثل ما نشوف، يعني بعطيكم مثال، تشوف اذا رحت محلات المستعرضين الاجهزه او محلات كن الجوالات اذا كانت موجوده في دول الخليج يحطون الجوال الاستعراض الجوال المحطوط الديمو اللي محطوط كذا وشوي يتحرك. ليش؟ لو تركت الجوال هنا في الجوالات دي اللي تكون شغاله على طول حق العرض يكون فيها شاشه توقف تتحرك، لانه ما يقدرون يخلون الشاشه تكون شغاله على شيء واحد، راح تحترق. لو تغير تفتح الشاشه راح تشوف الطبعه حق الشاشه البدايه اللي كانت واقفه على طول. البكسل يعني مثلا فاتح الاعدادات الحين كذا اخليها مثلا يوم او يومين كذا على طول ومطفي الشاشه، لو اطلع بعدين تشوف البكسل مطبوع على نفس الشاشه. راح اوريكم الحين شو. فمثل ما نشوف هنا واكثر الشاشات الموجوده هنا سامسونج، شوفها سامسونج
ما حد يتكلم ذي الأشياء ما يتكلمون فيكس ما يكون بيعدلها الآيفون مثل ما نشوف لكن بأشياء طبعا ما بورني ذي ما أتوقع لكن حتى الأوسيدي لكن بشيء مثل ما تقول الإفكت حقها قليل جدا الشيء السلبي اللي موجود الحين أو الشيء القوي بذي المشاكل في الأولد فهذا الأولد اللي يخلي بعض الشركات تتأخر ما تحط الأولد لأن هي اللي تحرق بسرعة لو نفتح هنا نشوف مثلا شوفوا كيف هنا شوفوا هنا المربع موجود لحق الرجوع ما الرجوع لكن هو مش ممكن موجود في الصفحة لكن احترق وجلس في نفس المكان مثل ما نشوف هنا شوف الكتاب شلون كان جالس على صفحة احترقت وانطبعت عنده في نفس الشاشة طيب هذا عندنا مشكلة كيف نتفادى المشكلة نرجع لكم قبل ما نقول ما نعرف التفادي لها نرجع لكم لحق الLCD مرة ثانية برح أوريكم الشيء اللي أنا ما أحبه الLCD وده شيء طبيعي لأن قلت لكم الإضاءة لازم تكون شغالة في الLCD على طول ما تطفي فيسبب لنا ذا الشيء مثل ما نشوف هذا شاشة 8K LCD هذا المفروض دي يكون لونه أسود في الجنب مثل ما نشوف لكن بدا السبب إنه هي LCD فتشوف الإضاءة هنا بيضة طالعة شعاع من ذي الجهة شوف هنا الأولد شوف اللون الأسود كيف نفس الصورة لكن هنا بياض طبعا إذا كنت بتطالع ده بدون ما تشوف هذا ما راح تتكلم عادي شيء يتحرك ما يعني عادي عندك لكن لو تقارنه في نفس الجهة راح تشوف الفرق طيب الحين أنت عرفتوا الفرق بين الLCD والأولد في الإضاءة فحين تقدر تقرر أو تقدر تعرف أي شاشة يمك إذا كانت أولد LCD راح نوريكم وانتو تغرون بنفسك قبل ما تكلم انا تشوف هاي الشاشة ذي OLED ولا LCD الجهازين بيكون عندي جهاز ايفون 10S عليه OLED والجهاز الثاني 10R عليه LCD بس سمتها ابل لكودرتنا ديسبلاي راح اقول لكم ليش سمتها الاسم طيب حين طفين الشاشة احنا او طفين الاضاءة حين نوريكم شلون شوف شلون الاضاءة هنا كيف شوفوا هنا الاضاءة راح تطلع لكم الحين مثل ما نشوف شوف الجهازين شلون الحين تعرفون الفرق بين الأوليد والLCD فأنتوا تحددون بكيفكم شوف كيف الإضاءة هنا مو بأسود داكن لأن هنا في أنوار تشتغل هنا في إضاءة بيضة تشتغل هنا لا ما في إضاءة بيضة تشتغل بذي الحركة حركة بسيطة لحق كل شخص يعرف إن الجهة اليمين هي كانت ما أدري سناب شات يقلب ولا ما يقلب بس إن الجهة الجهاز اللي اشتغل أول واحد والإضاءة البيضاء هذا الجهاز LCD لأن الإضاءة حتى لو إن الشاشة سودة يشتغل عندك إضاءة تشتغل فما يكون أسود أسود طيب هذا سلبية إيش فيني أنا هنا كلها المهم من كثر الشنب اللي عندي المهم الحين بعطيكم سلبية موجودة في الأولد الحين شفت سلبية LCD الحين بوريكم سلبية الأولد نجي لكم حق سلبية الأولد الأشخاص ما يدرون عنها أصلاً ولا يتكلمون عنها بس الأولد أفضل شيء ليش ما ندري حنا أوريكم الأولد ميزته أن اللون الأسود طافي صح لكن مع اللون الرمادي البكسل الجهاز ما يقدر يشغل يعني مثل حين يتحرك الرمادي هذا شغال الرمادي في بكسل هنا وانت تمشي الجهاز ما يستوعب ذيك السرعة على صرت مثلاً ترفع الشاشة وتنزلها ما يقدر يطفي البكسلات ويشغل البكسلات الثانية بس في نفس الوقت فلو تشوفون لو تشغلون المقطع راح تشوفون كيف الهيلو ما تشوفونه ما تشتغل عادل ما تمشي عادل شو تتحرك ترقى فوق لأن البكسلات ما بعرف تطفي وتشتغل بسرعة فهذه الحركة راح تصادفها وانت مثلا بتنام وانت مشغل اللون الأسود أنا طفي اللون الأسود خلي أبيض مع أنك كان شغله في ذاك الوقت خصوصا إذا صار جوالي أولد لصار LCD أوكي شغل اللون الأسود ما يكون أسود داكن وما راح تصير الليتنسي أو التأخير في الكتابة وما تنزل عند الكتابة تشوف عيونك لو تدقق في ذي الشيء جرب أنت في البيت وعلى إضاءة يعني النص يمكن أرفع من النص أنت بكيفك ترفع الإضاءة ونزلها شوي وتحرك الجهاز إذا كانت شاشة سودة مع كلمات وتروح تدقق خصوصا لجي تنام مثلا في الظلمة راح تشوف عيونك تلعب ليش هذا سلبية موجود راح أوريكم الحين مثلا بالحركة البطيئة راح تشوف التأخير شلون الحركة السريعة شوف الحركة البطيئة كيف راح تشوفون كيف شوفوا كيف شفت كيف الحركة الجهاز ما يمدي يشغل الإضاءة في الجهة الثانية مع الهيلو عشان يمشي مع الإضاءة في الكلمة البيضة بدل ما نتحرك طبعا مش لازم انك ترفع بالشاشة تنزلها كذا لأن مثلا في تويتر أو شيء تلعب تنزل فوق
تنزل فوق تنزل تحت وترقى فوق كذا تتحرك فاتح اي كتاب قاعد تقراها دي الحركه هذا اللي تواجهك فيها هذا سلبيه في الولد ما هنتكلم عنها. نجي الحين انا قاعد ارتب الحين المشكله اذا قدرت ارتب الاشياء دي كلها ادخل موضوع اطلع موضوع. نجي الحين ليش ابل سمت الايفون او شاشه الايفون اللي يجون يتمسخرون الناس ليش سمت اللي كوادرتنا ليش ما سمتها ال سي دي نفس الايفونات القديمه الايفون الاس اي ال 6 والاشياء دي القديمه ليش ما سمتها هذا الاسم؟ انا اعلمك ليش الحين كبدايه هذه ابل ما سمتها ال سي دي هذا الريتنا ديسبلي على حسب التون حقها اللي مسوياته مالي هنا هذه ال سي دي بس ابل ليش سمتها جبنا العيد وطلع رقمي دقيقه اوكي هنا ال سي دي ما تقدر تخليها مش حاده يعني ما تقدر تخليها كيرف هنا الشاشه فال سي دي لو تشوف جميع جوالات ابل القديمه اللي بزر اللي فيها ال سي دي تكون الزوايا حاده لها مثل ما نشوف اجيب لكم جهاز ثاني باللون الابيض عشان تبين مثل ما نشوف الزاويه حاده هنا ما فيها كيرف مثل الجوالات الجديده مثل الايفون مثلا 10S طبعا هذا اولد عادي يصير لها كيرف لكن هنا هذا ال سي دي بس ابل سوت كيرف ابل ايش سوت سوت تقنيه جديده وحركه جديده ان البكسلات اللي في الزاويه البكسلات مربعات ما تقدر تخلي المربع دائري فسوت حركه هنا جديده ما موجوده اول ان البكسل اللي في النهايه هنا ينقص فقامت تطفي البكسل تخلي البكسل مشتغل نصه عشان ترسم ذي الحركه حركه ال 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 الكيرف اللي هنا فهذه الحركه اللي سوتها. طيب كذا ان شاء الله خلصت كل شيء عندي اشياء بس انما انا من النوع اللي ما احب اكتب ورقه وامشي على كلام ما ادري ليش لا تكلمون كذا اوقف بس واتكلم وهذا اللي يجيب العيد احيانا اسوي الفيديو وانسى اشياء وارجع اكمل عليه. المهم هذه الاشياء اللي الفرق الوضوح ما له شغل انا بالنسبه لي افضل خلي الشاشه يصير مبلونها اسود كامل بس اني بقارنها بدون شيء عادي عندي يعني ما مره دققت ان ابي الشاشه اسود كامل لكن ابي الشاشه وانا اترك يكون الكلام يمشي عدل ما يلعب ما ينزل فوق ما ينزل تحت فهذه الحركة بالنسبة لي أفضلها أكثر خصوصا اللون الأسود ما أحبه يعني الكل أو الأشخاص اللي يلاحظون أيباداتي أو أجهزتي اللي يسوي ريفيو أكثر الوقت يكون لونه أبيض خصوصا اللي يصور الشاشة اللون الأسود يسوي رفليكشن أما باللون الأبيض أفضل أحيانا نخلي اللون الأسود بس بالنسبة لي أرتاح باللون الأبيض فهذه الأشياء تقريبا باقي ما نسيتها الميني ليد راح نتكلم الحين نتكلم لكم عن الميني ليد. الميني ليد أبل تتكلم إنها بتنزلها في شركات تقريبا نزلتها يعني في التلفزيونات لكن أبل تبي تسوي حركة الميني ليد بتكون لها لأن مثل ما نعرف سامسونج الأوليد الجي بي أوليد تقريبا بلاستيك أو كذا الحركة ف أبل تبي تسوي ميني ليد مو بـ LCD ولا أوليد يعني عنده أوليد و LCD خل الجي على جنب أبل تبي تسوي ميني ليد تاخذ ميزات من الـ OLED وتاخذ ميزات تكون LCD فمثلا البلاك لايت الاسود يكون اسود داكن الاضاءه ما تكلمت عنها برضو ال LCD اضاءتها اعلى يعني في السطوع في الشمس تكون افضل احنا الاوض قامت ترقى حبه حبه لكن ال LCD استل هي افضل في الاضاءه ما حد يتكلم عنها ما ادري ليش الناس يبون بس OLED ولا والله العظيم اكثر الناس اللي يجوني ما يعرفون شنو هي ال OLED بس ابي OLED وابل ما برد تحط لنا OLED شنو هي ال OLED ما يدري عنها بس كذا. فهذه الأشياء يعني الـ LCD فيها ميزات والـ OLED لها ميزات الـ LCD أرخص في أشياء يعني تحدك إنك تسوي ذا الشيء في أشياء يعني أنا بنتقل حق شيء أنا بنتقل بعدل شيء وبيكون عندي خرابات في شيء ثاني فا أوكي ما استفدنا من شيء راحت أبل حق الـ OLED جات المشاكل في latency ذي الإضاءة في الآيفونات القديمة تقريبا أفضل من الايفونات الجديده فما حد يدقق عنها لكن ابل رفعتها الحين تقريبا في الجديد اللي سمت شو سمتها رتنا ديسبلاي ولا مديرت ديسبلاي المهم انه ما فكر هذا الشيء ترى الساعه الحين 11 بالليل ف بليز لا حد يكتب لي في التعليقات يعدل لي دقيقتين لو اقل من دقيقه افكر اجيب اسمها بس ما عليكم منها الاكس دي ار ولا شيء خليت ولا فهذه الأشياء وهذا السلبيات وهذا الإيجابيات وهذا تقنية الميني ليد. الميني ليد لو تشوف سلبيات الأوليد وإيجابياتها أبل تبي تأخذ إيجابياتها وتأخذ إيجابيات الـ LCD وتسوي لك واحدة
اللد نفسي يكون مني والبلاك لايت او الاضاءه يصير عليها. فهذه الاشياء اللي خلاص فهمتوها ان شاء الله فهمتوا كل شيء. والله كان عندي في بالي فيديو اسويه بس ما ادري الوقت يسمع ولا لا. السلام عليكم. برضو هذا اللي كودرت من السبلاي حطيت في الايباد. شو شلون الكيرف هنا LCD لكن فيها الايدج ذا شو شلون جاي او النهايه اللي هنا شو شلون. نكمل معك محبة خفيف برضو. آسف على طولت سنابات. لو بتكلم لكم أبل ليش تأخذ شاشات السامسونج؟ أبل ما تأخذ مادي حق سامسونج يقول لها أوه أعطينا شاشاتكم بليز. ما راح نقول حق أحد لا ممكن. أبل لجت حق سامسونج تقول لها التغنية اللي موجودة في الشاشة اللي عندك فيها لكن حطي لي كذا وحطي لي كذا وحطي لي كذا عشان يصير فرق بين شاشتك وشاشتك. مثلا تقول حق أبل تقول حق سامسونج أبي الشاشات حقتك. دقيقة خلا راح أسكت بإزعاج وجهي. فأبل تأخذ الشاشة من سامسونج مثلاً آخر واحد اللي أخذت من نوت 10 بس تحط الأشياء مثلاً تقول حق سامسونج لا ما أبي التعديل حقك التون حقك والأشياء دي أبي أغيرها أنا عندي. أبل عندها أشياء تخلي تأخذها تخليها تغير في أساسيات الشاشة بالمعطيات حقت أبل. أبل تبي كذا تبي كذا تسويها عادي. يعني أي شركة تاخذ من شركه ثانيه تقول لها بكذا وبكذا. هذا شيء حلو حق شركه ابل ان تاخذ افضل شيء يعني مكمل من كل شركه بميزاتها. تاخذ مثلا سوني معروفه في الكاميرات اخذ من سوني كاميرات. سامسونج معروفه في الشاشات اخذ من سامسونج الشاشات. من مثلا توشيبا كانت اول تاخذ الذاكرات او الذاكره الداخليه حق الجهاز. فتاخذ من الشركات الكبيره فبيكون كذا جهاز عندك ماخوذ من افضل الشركات كذا مجمعين محطوط كنا ياخذ افضل الشركات ويصير في جهاز واحد. فابل يوم جت نزلت التن اخذت شاشات سامسونج تن او الاكس اللي يسمونه الناس. سامسونج ذيك الفتره تنزل تقريبا الاس 9 تقريبا. فنشوف الاختلاف بين الشاشات. سامسونج هنا بشاشات الاولد حقتها واللي تكلمون عنها ما قدرت تنحف المسافه اللي تحت في الجهاز والمسافه اللي فوق. طبعا المسافة ما معلني منها بس المسافة تحت أنا بقول لكم ليش. لأن الأسلاك لحق توصيلة الجهاز بالنفس الأسلاك تكون أو الشبك حقها تكون في نهاية طرف الشاشة من تحت يسمونها التشن موجود تحت. فالشركات الحين قاعدين يوصلون تغيرين ينحفونها أكثر ينحفون. طلعت شركات يقول لك بيحطها مثلا في وسط الشاشة وما أدري شنو في تحت لكن إلى الآن ما كنسلتها. سامسونج فجهزتها إلى الآن ما كنسلتها. فلو بنشوف عن هذا الجوال القديم هنا وهذا من سامسونج مثلا الحين الاس 20 تو نازل قبل شهر. شو المسافه اللي تحت في بعض الشركات اللي موجوده الحين المسافه اللي فوق غير مش متناسقه مع المسافه اللي تحت. ابل سوت حل قال حق سامسونج شوف من قبل 3 سنوات بس سامسونج ما حطت في جوالاتها. ابل قالت حق سامسونج الشاشه اللي بتسوينها لنا نبي في نهاية الطرف حقها مكان التشن اللي تحت تحنين الشاشة وتخلينها ترجع مرة ثانية. فلو رجعت مرة ثانية ركبي الحين في المسافة ذي اللي تحت اللي ما راح نحتاجها تحطين التوصيلات حق الشاشة. فمن كذا أبل هي أهم شيء عندها أبل التصميم شكل معي من النوتش اللي فوق. النوتش فوق في يعني ما حطوا له حق أهمية اللي مو بالليدار اللي آر والفيس آي دي والأشياء دي كلها موجودة فوق. لكن أبل تبي تنسق الجهاز على الأقل في الجوانب في الأماكن الجهاز بالكامل ما يكون مثلا الجهاز أو بدون حواف ما في حواف في الجوانب كل شيء تحت في حافة وبدون سبب لأنه يقدرون يشيلونها لكن ما قادرين يشيلونها من نفس الجهة لأنه ما يبون يرفعون الجهاز مع أن قيمة الجهاز عالي بس ما يبون يسوون ذي الحركة. أبل سوت من أول ما نزلت الحركة دي في الأولد شوف الشاشة الأيفون من الداخل هذه الإضاءة هذه الشاشة شوفوا كيف تنحني جبنا العيد شوفوا كيف تنحني ترجع لكم مرة ثانية. هذا بالحال هذه الحركة مسويتها سامسونج بس من أبل. أبل قالت لها سوي لنا كذا. سامسونج هذا من قبل 3 سنوات أو 4 سنوات وسامسونج إلى الآن ما حطتها بأجهزتها. مالت أبل. فهذا الاختلاف وهذه الأشياء اللي أبل حطتها في الجهاز حقها ما حطت شركة ثانية حتى لو أنها ما أخذتها من نفس الشركة. ده ما نشوف. شفتوا كيف؟ هذا ميزة موجودة في الآيفون. شاشات سامسونج اللي أبل مخذتها اللي سامسونج ما حطتها. أوكي خلصنا من ذا الشيء. فإن شاء الله تفهمون الأشياء دي كلها وإن شاء الله يجي لك واحد الحين الأولد أفضل من الـ LCD.
البلازما افضل. فمن كذا اتوقع خلصنا فيديو او موضوع اليوم. نشوف لك موضوع ثاني بكره. شو اللي تبغى نتكلم عنه؟ مثلا نتكلم لكم عن معالجات ارام ومعالجات المبنيه، يعني المعماريه المبنيه الحين على الجوالات والايباد مبنية، والمعالجات اللي مبنية على اللابتوبات والكمبيوترات. اليوم كلش ما بعرف أتكلم أي لغة في العالم في المعالجات كيف مبنية ديك، وفي المعالجات المبنية هنا آرام والأشياء دي معمارية. فودكم نتكلم عن ده ولا نشوف لنا شيء ثاني؟ ولأول مرة احس اني ختمت الايباد وختمت الفيديوهات الى درجه اني كنسلت فيديو اسالني، حطيتها في بوست في اليوتيوب، في قناتي في اليوتيوب. اتوقع ان الكل خلاص ختم كل شيء، يعني ثلاث فيديوهات اللي سويتهم ما اتوقع في سؤال جديد يبون يسوونه. كل شيء سويته، الفيديو الثالث يمكن لميت فيه كل شيء، لميت ولا ما ادري. المهم ان جمعت فيه كل شيء، كل اسئله، لدرجه ان واحد حط في بوست انه خلاص كفاية اللي سويته ويعطيك الف عافية، يعني الفيديوهات كلها واضحة. فكنسلت فيديو اسألني كذا، ارتاح كذا خلاص، يعتبر الايباد ختمنا عليه. طلعت بنتي في الشارع، دقيقة دقيقة شنو؟ تقول وير ار يو بابا، وير ار يو، بس هي ما تقول وير ار يو، تقول وير ان يو. نعم هذا انا هنا. ليش باجي انا؟ بروح اقرا جلو باجي. نعم اوه ما شفت ليها. اوكي ثانك يو، باي باي باي. اوه ستوب اوكي بعدين اطق الجرس، اسمي جرس لهذا. ايه انا افتح لكم الباب. شكرا اوكي. فاتوقع بكره اسوي فيديو لايف استعرض فيه الايباد، خلاص يعتبر اخر واحد تطلع لايف. ف ما ودي الساعه 8 ونص لانه فيديو بكره اتوقع بيسوي ضجه في القناه، ما راح يكون على الايفون. قلتها قصدي ما راح يكون على الايفون، والله العظيم اني ما كنت قصدها. يعني كان هذا المشكله، تحط في بالك شيء وتبي تقول الشيء الثاني كانك بتكذب ولا تجيب الصدق. المهم انه ما راح يكون على الايباد، خلاص فهمتوها عن الايفون. ف بس مو بالايفون الطبيعي، الايفون اللي المهم ما تشوفون انتم. فانتظرونا بكره، ما راح اخلي 8 ونص، ابي اطلع فيديو في القناه قبل انه يسوي ضجه. فخلونا نطلع الساعه 7 ونص، 7 ونص كفايه. ف 7 ونص المغرب توقيت السعوديه راح نطلع لايف ونشوف اسئلتكم وكل شيء ونجاوب عليه لحق الايباد. وبس بعدها بساعة ينزل الفيديو، لانه خلاص بعد فيديو او بعد شو بقول انا، بعد اللايف خلاص نختم الايباد. انا بتصير اسئلة ثانية لحق الايفون الجديد، فخلونا نختم الايباد ونبدا على الفيديو الجديد. والله كلش وانا اجيب العيد. اوكي فانتظرونا 7 ونص في اليوتيوب، 7 ونص المساء بتوقيت السعودية. بعد الحجر ما ادري بكم ساعه، ما ادري الحجر كم ساعه عندكم.